الاهلي مع كولر، سياسة التدوير شايف ان هي كانت مهمة للاهلي في الفترة دي، وخاصة مع الاجهاد مع توالي المباريات، وانت كلاعب فكرة انك تلعب كل 72 ساعة ده شايفه بيبقى مجهد جدا على اللعيبة. بس دي مش بتاعتي يعني. هو ممكن كل مدرب وليه تفكيره وليه طريقته. في مدربين بتحب تلعب ب 14 لعيب طول الموسم، في مدربين بيحبوا يلعبوا بال20. فانا مش هقدر اتكلم عن النقطه دي، لان هي انا مش عارف ارد عليك اقول لك بصراحه. بس هو كل مدرب وليه اسلوبه وليه طريقته، هو شايف ان الطريقه دي بتكسبه او بتنجحه، فاكيد هو مش هيغيرها، فاهم؟ متابع أزمة مباراة الأهلي والزمالك ورأيك فيها؟ لا والله انا ما مش عارف يعني. انا اكيد طبعا بشوف ان في ازمه كده، بس انا مش عارف بقى الصراحه الموضوع يوصل لايه بصراحه. تصريحات كولر إن أنت كنت من المهاجمين المميزين في النادي الأهلي، وإن هو كان بيرفض رحيلك من النادي في فترة احترافك، التصريح ده أسعدك وغير كلام كتير أو كان بيتداول ما بين الجماهير إن مستر كولر كان سبب رحيل محمد شريف من الأهلي؟ لا خالص. يمكن انا زي ما قلت قبل كده، قلت الراجل بصراحه كان متمسك بيا، والراجل كان عايزني، وما شفتش منه. حتى لو انت مثلا كان بيلعبك او ما بيلعبكش، الراجل كان كويس معايا ومحترم معايا، ما شفتش منه حاجه بصراحه يعني. بس فدي النقطه. يمكن انا كنت حابب اطلع عشان العب اكتر وكده يعني. مودست ظالم ولا مظلوم؟ لا مش بتاعتي. انت وجهة نظرك شايفه ازاي كمهاجم؟ ما انا هنفترض ان انا قلت اللي هو ظالم مثلا، حاجه اقول لك انا هو ظالم في لا، التلفزيون؟ شايفه ازاي كفيرود او كمهاجم؟ انت راجل فيرود انا فاكيد بتعرف بتتكلم في تقيم مسيره، المهاجم. بتتكلم في مسيره. لا الراجل كمسيره عنده حاجات كتير كويسه يعني. وفي الاهلي في الاهلي ماله؟ تقييمك ما لأدائه؟ انا ما بتفرجش بقى والله. بقول لك عن 8 الساعه 8. متفرجش على لا الماتشات؟ ما خالص.